وسهلا بكم. اليوم راح اصوركم فلوق حلو كل شيء يتكلم عن حياتي كطالب او كمغترب او كعراقي او كعربي بدولة اوروبية بهولندا طبعا. وحبيت اشوفكم يومي شلون يبدأ من الصبح للمساء. خلوكم وياي، انا راح اخذكم وياي للجامعة، اخذكم وياي لعدة مكانات، وراح يشاركني بهالشي صديقي عصام. راح اشوفكم الجو عندنا اليوم غير شكل، مفاجأة. الجو عندنا ثلج. هذا الاتجاه الناس اللي تريد تعبر للقطار عندهم طبعا كارتات الكترونية، مجرد انه يخلوها على الشاشة اللي عليها سهم اخضر ويعبرون للجهة الثانية. وهاي اوقات خارجية اللي تكون عبارة عن باصات كهرباء. اخيرا وصلنا الجامعة. طبعا يا عصام بعد ثلاث هجومات من الكلاب صار عندي عقدة، صار عندي فوبيا. هاي الجامعة من جوا، وهذا مطبخ الجامعة، قهوة. هاي قهوة. أنا أعلمكم وصول صناعة القهوة بالطريقة العربية. هي القهوة جاهزة طبعاً، بس بلال حد هيك يضيف اللمسات تبعيته يعني. شكرا. ما ضل شيء بالصندوق الحمد لله رب العالمين. والله فرح شوف. أيوة. إن شاء الله. والله يعني خلاص هذه نورمال، أنت نورمال ما في داعي. نورمال كلش. شوف صور نورمال. شكرا لجهودك المبذولة. هاي شوربة هاي العالم صار مو قهوة. Very happy and healthy lunch today. رايحين للقسم الثاني بهذيك العمارة. هناك اليوم الدرس مالتنا. شلون؟ اي مال تدخين. باسم عصام هذه. هذا أحد الإنجازات. طلع السوق. خطية. راحت القهوة مالته. ايش كنت راح اسوي؟ كان راح يشيل الثلج ويضربني بيه. وقعت القهوة مالته. علينا ابو حميد الغالي، شو الاخبار؟ صباح الخير. على راسي. صباح النور. شو الاخبار؟ هذا احمد وعلي هم اجي خطية اكل له ثلجاية على السريع. على القلب. بده فضوه خلصونا. اذا ما دخلون كل واحد باكيج قال ما يفوتون على الدرس. هذا راسي. شو اخبارك؟ ماشي الحال. ها المدرسه مالتنا.
ملاخ ان ديزم تيولي على ساي يولي بنين يا دانكونن يا بارزت فيبم بحكي عن الستار انت حكيت كمان شوي عنه ان دي بيرت فان ماين هاوس از ات ان برختخ كيرك ان هيتون فان دوتنخيم ان هيت از ان تورست تورستش قالته بيت فيردن طبعا مشروع اليوم انه كل واحد يعمل موضوع كامل عن مدينته ويتكلم عليه بالهولندي تقوية للغة مالتنا وهسه صار عندنا استراحة هاي شلة التدخين هاي شلة الفيشة الله 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 هاي المكان اللي يستريحون بها الطلاب طبعا العرب من يفوتون مكان شوفوا الهوسة مالتهم شوفوا الهوسة مال العرب تفضلوا تفضلوا وحوش رحت نادر طوب ورا بعض كرتين بالملعب صاروا ثلاثة يلا يا روح روح ميجي ميجي يا هلو يو يو شوية إحماء شوية إحماء من البلد شوية إحماء شوية خليف صح صح جت مضبوطة هاي كافتريا اللي يحبون البرد يلا صام يلا العب وزع هات 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 طبعا هاي ثلجاية هاي جامعة في مطاعم ومحلات عربية أو أجنبية مثل ما نقول يعني هذا المحلات العراقية اللي موجودة بهذا الشارع محل سوري يسوي حلويات أو الحلويات اعبر على اليمين اروح على اليسار اروح على اليسار اروح على اليمين ما فهمت شبيك يا اخي شبيك اروح يمين تروح يسار روح يسار تروح يمين انت مفوكس يعني انت بدنا ناكل يعني بعد الدرس اللي اخذناه اليوم كله الاكل والله جوع ادري اوكي راح ناكل بس انت قلت لي على المحل العراقي اول شيء مو على المطعم العراقي قلنا لك المر اللي بعد الاكل بس عصبت عصب طبعا بعض الناس تتصور انه بهولندا ما اكو شغلات لا حلويات لا خبز بي معجنات خبز حلويات حتى البقلاوة شوفوا البردان استحر هسه المطعم الثاني مطعم سوري طبعا يبيع كل الاكلات المحل العراقي الثاني هذا المحل العراقي اللي بمدينة آمن الجوع كلها موجودة اهم شيء الحب شمس تعرف على العائلة وصاروا أصدقاء طبعاً عشون قرايب إلا شوية Thank you.
البرنات غطى زين بالليل ها حتى لا تبرد. اهم شيء بس كل هدومي ومرت الاخ لا زوجين جوار ثلاثه ماشي. وهاي نزلنا من الباص متجهين حاليا الى البيت. شوف هذا اخوي عبد الله هيسوي طريق للناس حتى تمر من الفريق. ايوه هلا والله البطل. يلا ادخل ادخل. ماكو احلى من واحد يوصل البيت بعد نهار طويل يدخل الغرفة. واخيرا وصلنا لنهاية هذا اليوم واتمنى انه تونستوا ويانا. رحنا طبعا اليوم للجامعة شوفناكم مناطق حلوة كلش بهولندا ومدينتنا مدينة أرنيم. وديناكم لبعض المحلات العربية بعض المحلات العراقية المطاعم العربية المطاعم العراقية المطاعم السورية. شوفناكم الأجواء شوفناكم الثلوج بهالدولة الحلوة هذه. أتمنى تونستوا ويانا ولا تنسونا بالنهاية سبسكرايب وشير ولايك ونشوفكم إن شاء الله في فيديو قريب.